سيد الأخلاق الحسنة ومردها كما ذكر بعض أهل العلم إليه وهو الحلم. فإن بعض أهل العلم يقول إن سيد الأخلاق التواضع، وبعضهم يقول إن سيد الأخلاق الحلم. الحلم أيها الإخوة إن من أعظم ما يكسبه التحلم والتعود عليه. ولذا قيل للأحنث بن قيس وقد كان يضرب به المثل في الحلم: هل أنت حليم؟ قال: لست حليما وإنما أتحلم. إذن الحلم بالتحلم كما روينا في الحديث المتقدم. وكلما سعى المرء لاكتساب هذا الخلق الكريم الذي من اكتسبه كانت الأخلاق تبعا بعده، وكانت الأخلاق تأتي بعد ذلك في سوقه وفي مجراه إذا اكتسبه المرء. من أعظم أسباب اكتسابه الصوم، وإليك هذا الحديث العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، الصيام جنة، أي حاجب بين المرء وبين عذاب الله عز وجل، وحاجب بين المرء وبين مساوئ الأخلاق كذلك، إذ الحديث مطلق. ومما يدل على المعنى الثاني تتمة الحديث، انظر ماذا قال: الصيام جنة يحجزك ويمنعك ويكون حاجزا بينك وبين مساوئ الأخلاق. وهذا من أحد معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ومعنى قوله قاتله، قالوا إما أن تكون المقاتلة باليد، وقد تكون المقاتلة باللسان، وهي مستخدمة في لسان العرب، وما زال بعض أبناء جزيرة العرب يسمون المحاججة قتالا. إذن أيها الإخوة، في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا اعترض عليه أحد فسبه، والسب لا يكون إلا بظلم من غير موجب، ولذا فإنه لا يكون قصاصا ولا يكون من باب التنبيه والتصحيح، وإنما هو اعتداء وظلم. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أمور لمن جاءه أمر يكون مثيرا لغضبه وسببا في تركه لحلمه، بين له ثلاثة أمور. الأمر الأول أن لا يرد الظلم بمثله، وأن لا يرد الاعتداء باعتداء، وإنما يمتنع. وإذا لم يقل اعتدي عليه، وإنما قال فليقل إني امرؤ صائم. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول إني امرؤ صائم، حتى قال فقهاؤنا وهو المشهور المذهب اختيار الشيخ تقي الدين كذلك، أنه يستحب أن يجهر بها وأن يرفع صوته، فليقل بصوت مرتفع يسمع هذا الذي سابه أو قاتله واعتدى عليه، فليقل إني امرؤ صائم. والسبب في ذلك، أي في كلامه وجهره بلفظه، أنه إذا تكلم هذا الكلام فإنه تأديب لنفسه وتنبيه لغيره. فتأديب لنفسه أنني إنما امتنعت امتثالا لأمر الله عز وجل وامتثالا لما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم. وتنبيه لغيره أن هذا الامتناع ليس عجزا ولا خورا ولا ضعفا، وإنما هو سبب قوة بالله عز وجل. والأمر الثالث الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه للمسلم في هذا الحديث، وإن كان في غير الصحيح وإنما جاء عند ابن خزيمة في صحيحه زيادة، قال: وإن كنت قائما فاجلس. وهذه الزيادة عند ابن خزيمة في نفس الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا سابه أحد أو قاتله فلا بد وأن يكون ذلك سبب في مبادئ غضبه وفي ارتفاع سؤرة الدافع للظلم عنده. فحينئذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس إن كان قائما، وإن كان جالسا فليضطجع،
وقد جاء في غير هذا الحديث أن يقوم وأن يتوضأ.